Il y a quelques jours, l'organisation non gouvernementale Amnesty International. كما تعلمون خلال الأيام الماضية، فإن منظمة العفو الدولية عبر تقريرها الأخير ضد بلادنا تشاد، والذي جاء تحت عنوان الميزانية في تراجع وغلاء المعيشة في ارتفاع متسارع، وأن مثل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وهي في الحقيقة متناقضة مع الجهود التي بذلتها الحكومة التشادية في إطار تحسين وتعزيز الحكم الرشيد. وعبر هذا الحديث الصحفي، فإن الحكومة التشادية تخطر الرأي العام الوطني والدولي وتذكر منظمة العفو الدولية بأن تشاد باعتبارها دولة مستقلة تحترم دائما المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والمواطنين، وذلك وفق النظم الدولية وحسب ما جاء في البيان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، فإن منظمة العفو الدولية عليها احترام النظم المعمول بها في كتابة وإصدار مثل هذا التقرير، كما أن الحكومة تتأسف لمثل هذه المعاملات، لأن هذا التقرير تجاهل تماما كل الجهود التي بذلتها الحكومة التشادية وما توصلت إليه من نتائج إيجابية للخروج من الأزمة، وأن منظمة العفو الدولية قد خالفت الإجراءات التي تصدر فيها مثل هذا التقرير الصادر بتاريخ 16 يونيو الجاري. فإن منظمة العفو الدولية قد تناولت عدة جوانب، منها اختراق حقوق الإنسان وكذا عدم الحصول على الخدمات الصحية ونوعية التعليم، مرورا بعدم الحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير وحرية مزاولة الأنشطة النقابية والجمعيات المدنية ومنع الاحتجاجات والمسيرات السلمية وغير ذلك. ونحن للمرة الثانية نذكر هذه المنظمة غير الحكومية بأن بلادنا تشاد دولة مستقرة وآمنة، ولكنها دائما محددة من قبل الجماعات الإرهابية والحركات المسلحة. هذا ما يؤكد مدى تأهداتها وتدخلها الشخصي من أجل استتباب الأمن على المستوى الدولي، وكذا اتخاذ الإجراءات خاصة من أجل ضمان الأمن والاستقرار بداخل أراضيها. إن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة من أجل الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي ركزت عليها المنظمة في تقريرها كإجراءات ضد المجتمع، فنحن نذكر بأن هذه الإجراءات جاءت رداً على البنود المفروضة من قبل شركائنا المانحين والماليين الدوليين، وأن تشاد ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه مثل هذه الأزمة، وكذلك ليست هي الدولة الوحيدة التي اتخذت مثل هذه الإجراءات. ونضيف بأن منظمة العفو الدولية ركزت في تقريرها على رصد العناصر وجمع المعطيات بطريقة عشوائية، وتجاهلت تماما الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والحكومة من أجل تحقيق الرفاهية للشعب التشادي. ونحن نتأسف بأن المحققين التابعين لمنظمة العفو الدولية قد تجاهلوا بأن تشاد قد أنجزت العديد من التقدم في شتى المجالات، لا سيما الصحة والتعليم والبنية التحتية. هذا هو في الوقت الذي بدأت تشاد تشهد تقدما ملموسا في مجال الحصول على الدعم المالي لتنفيذ أهداف الخطة الوطنية للتنمية، فقد أصدرت منظمة العفو الدولية هذا التقرير لإهبات وعدم تشجيع الشركاء الفنيين والمانحين للوقوف بجانب الحكومة للتخلص من هذه الأزمة وإنقاذ شعبها من الحياة المعيشية الصعبة. في الختام، فإن الحكومة التشادية تؤكد عدم الجدية والمصداقية في هذا التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، كما أن هذا التقرير لا يؤثر سلبا على جهود الحكومة وبرامجها التي وضعتها من أجل تنفيذ الإصلاحات التي ستؤدي إلى نتائج إيجابية يتعايشها الجميع في القريب الآجل. Ne peut que déplorer le manque de sérieux d'Amnesty International qui a pourtant bénéficié